بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم راح نستكمل الفصل الرابع اللي أخذنا فيه في المحاضرة الماضية، Uniform Payment Series. لما يكون عندي سلسلة من الدفعات المنتظمة والمتساوية اللي بتدفع على فترات عددها N، بنقدر نحسب البي وبنقدر نحسب الاف الها، او اذا معايا البي والاف بنقدر نعرف قديش قيمة هذه الدفعات. اخذنا بعض الامثلة الاساسية، حنمشي شوية في الامثلة بحيث انه نوضح الفكرة اكثر ونرسخ المفاهيم اللي اخذناها اكثر. خلينا ناخذ هذا المثال، انه في مستثمر عنده عقد شراء مجموعة من الأجهزة، كل شهر بيندفع له 140 دولار في نهاية كل شهر لمدة 5 سنوات. يبقى عندي كل شهر، مش كل سنة، كل شهر 140 دولار في نهاية كل شهر لمدة 5 سنوات. تمام؟ لأن إجا هذا المستثمر عرض عليك انه تبيع هذا العقد بمبلغ، انه يبيع عفوا، انه يبيع، انه انت تشتري، يعني انه هو يبيع هذا العقد بمبلغ 6800 دولار اليوم. يعني تدفع له اليوم 6800 دولار وتاخذ هذا العقد. يعني في، خلينا نقول كالآتي، يعني نبسط المثال أكثر. شركة صيانة، شركة بتعمل صيانة لأجهزة مكان التصوير مثلا الموجودة في الكلية. تمام؟ متفق هذه الشركة، متفقة مع الكلية إنه لمدة 5 سنوات كل شهر الكلية تدفع لها 140 دولار صيانة دورية. تمام؟ تيجي تشيك على الأجهزة والمعدات، كلية تدفع لها 140 دولار لمدة 5 سنوات كل شهر. 140 دولار 12 شهر 5 سنوات، يعني 60 شهر. تمام؟ الآن إجت هذه الشركة إلك، أنت صاحب شركة تانية، قالت لك أنا أخذت هذا العقد وحيندفع لك 140 دولار كل شهر لمدة 5 سنوات، طب إيش رأيك تاخذ العقد مني؟ تمام، بس شرط تدفع لي 6800 دولار اليوم. الآن لو تجمع قيمة الدفعات، خلينا نقول هيك، لو واحد بيعرفش في سعر الفائدة والقصص هذه، ايش بقول؟ بقول انا عندي دفعات 140 دولار في 12 دفعة في السنة في 5 سنين، يعني 140 ضرب 60 شهر، قديش قيمتهم؟ بيطلع زي ما هو واضح هنا 8400 دولار. يعني أنا في نهاية ال5 سنين بحصل من الكلية 8400. تمام؟ طب الشركة طلبت مني إني أدفع لها اليوم 6800، وأنا ححصل بعد 5 سنين مجموع اللي حصلته 8400. بدي أتوكل على الله وأشتري منهم هذا العقد. هذا الـ 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 القرار السريع. تمام؟ لكن للي دارس اقتصاد بدوش يدرسوا بالبساطة هذه وبالسطحية هذه، انه مجموع الدفعات اللي اخذتها، طب انا المبلغ اليوم 6800 ببساطة بقدر احطه في البنك، بدل ما ادفع 6800 للشركة واشتري منها العقد تبعها اليوم واستنى عبال ما احصل كل شهر 140 دولار بمجموع 8400 بعد 5 سنين. لا، أنا ممكن أحط المبلغ في البنك بسعر فائدة هيو 1% في الشهر. تمام؟ أنا بقدر باستثمار آخر أو إيداع مبلغ في البنك أو دخول في بزنس آخر حصل 1% مضمون إلي، if you otherwise can make 1% per month on your money. أنا بقدر أحصل مبلغي اللي هو 6800 اللي تدفعها اليوم 1%. هل حقبل ولا أرفض العرض؟
الآن السؤال، أنا عارف يمكن لسه مش داخلين في موضوع الاقتصاد واتخاذ القرار، حنبدأ شوي شوي. الآن إذا أنا أخذت العقد هذا واشتريته ووافقت، أنا راح يندفع لي 140 دولار كل شهر لمدة 60 شهر، مجموع المبالغ اللي أنا بحصلها خلال 5 سنين 8400 دولار. لكن خليني أشوف، أنا حنحل السؤال أو نفهم السؤال بأكثر من طريق. أنا عندي مبلغ اليوم مقداره 8400، عفوا 6800، 6800 هذا مبلغ اليوم. معروض علي أنا إني أشتري فيه اليوم، أدفعه للشركة وأحصل دفعات مقدارها 140. أنا إيش ممكن أعمل؟ أشوف ال 140 دولار الشهري لمدة 60 شهر قديش قيمتهم اليوم. إذا قيمتهم اليوم بسعر 1%، لأنه أنا بقدر 1% هذا أدفع استثمار له، بشوف قيمتهم اليوم. إذا قيمتهم اليوم أكثر من 6800، بتوكل على الله وبشتغل. هذا يعني إنه مجموع المبالغ اللي أنا حصلتها في 60 شهر قيمتها الحالية أكثر من 6800. إذا المشروع مربح وبسوى. إذا أقل بكون لا، مجموع اللي أنا دفعته قيمته اليوم أقل من 6800، بقى ليش أدفع 6800 أنا؟ تمام؟ الآن بدي أنا أشوف قيمة بي، المبلغ المفروض اليوم اللي المكافئ لل 140 لمدة 60 شهر، هذا طبعا 1% هنا موجود. يبقى أنا بدي أوجد بي بدلالة إيه؟ بسعر فائدة 1% في الشهر على مدى 60 شهر، بيطلع عندي 6293 دولار. طيب في عندي أنا إيه ضرب بي على إيه، طبعا هذا البين قوسين عبارة عن البارامتر أو الفاكتور بجيبه من الجداول أو بحث بحساب. أنا بدي بي بدلالة A و I و N، A 140، I 1%، N بساوي 60 شهر، بيطلع عندي 6293. هذا يعني إنه أنا لو دفعت اليوم، يعني هذه عبارة عن 6293 عبارة عن مجموع القيم المكافئة، مجموع الرقم اللي اليوم مكافئ لل 140 دولار على 60 شهر، المبلغ 6200. هذا يعني انه لو اليوم دفعت 6800 دولار، تمام، اكثر من القيمه الحقيقيه، هذا يعني انه الفائده اللي بحققها انا، سعر الفائده تبعي اقل من 1%، صح؟ طيب ايش معنى هذا الرقم؟ مفسر عندنا باكثر من طريقه. هذا يعني انه ال 140 دولار كل شهر تكافئ 6293. إذا أنا لو دفعت 6800، هذا يعني إنه أنا حخسر الفرق بينهم. يعني لو طلب مني أدفع 6293، بقول بدفع 6293 وباخذ هذا العرض، لأنه ال 140 في 1% في 60 شهر تعادل 6293. لكن ليش أدفع 6800 وقيمتهم 6293؟ هذا تفسير. تفسير بطريقة أخرى، إذا أنا دفعت 6800، إذا أنا دفعت 6800، هذا يعني إنه أنا هحقق، وأنا دفع يعني أنا دفعت 6800 اليوم وحصلت 140 كل شهر، هذا يعني إنه سعر الفائدة حيكون أقل من 1%، في حين أنا بقدر أجيب فائدة مقدارها 1%. يبقى أنا ضيعت على حالي فرصة إني أستثمر في مكان آخر، فالاستثمار في هذا الجانب مش هو الاستثمار الأمثل. أو ممكن نقول ال 6800، الآن لو حسبنا السؤال، لو حسبنا ال قيمة A لل 6800، يعني أنا لو دفعت اليوم 6800 على مدى 50 شهر قديش مفروض أحصل كيونيفورم بيمنت؟ حنحسبها الآن وحنلاقي حالنا إنه أنا مفروض أحصل أكثر من 140. لو دفعت 6800 اليوم مفروض أحصل أكثر من 140 دولار لكل دفعة لمدة 60 شهر. هذا يعني انه ال 140 اقل من المفروض استحقه، يبقى الاستثمار هذا ريجكت ذا اوفر، يعني برفض العرض. في حين انه لو حسبته بدون اعتبار سعر الفائده، 140 في 60 شهر بيطلع عندي 8400 اكثر من 6800. لكن لما دخلت القيمه الحقيقيه للنقود وقديش قيمه النقود بتقل اليوم وبتزيد في المستقبل، رفضت العرض. الان لما نرجع لهذا المثال وقلت لك انا
بدي تحسب لي قيمة اي للمثال السابق. أنا في عندي 6800 وفي عندي دفعات 140 وأن 60، قديش قيمة اي؟ أقل من واحد، أكيد أقل من واحد. كيف بجيبها؟ نرجع للجداول، هاي الجداول اللي عندي. أنا عندي 1%، لما أضرب 1% حلاقي القيمة بتزبطش معايا، بيطلع عندي أنا الـ 6800 على الـ 140 قيمة الدفعة، مفروض أنا أسددهم في 48 شهر بدون سعر الفائدة، مش في 60 شهر. تمام. طيب الآن لما نيجي ناخد طبعا هذا بنحل بترايل أند إيرور، حناخده لاحقا، يعني حناخد حساب يعني الريت اوف ريتيرن اللي هو قديش القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار. الآن باجي عند 1% بنلاقي انه بزبطش، باجي عند 0.5% بدي احسب انا قديش بي بمعرفة ايه 140 طبعا، تمام، واي بدي انا اجيبه بفترض انه 0.5%، باجي لجدول النص لقيت حنيجي عليها، باجي لجدول النص وباجي لجدول الثلاث ارباع. طبعا كيف انا بجيبها؟ انا عندي بي هيو مقداره 6800 بساوي قيمة الدفعة ضرب ايش البارامتر هذا البارامتر اللي هو انا بدي اجيبه من الجدول. الان هذا البارامتر بيعتمد على ايه؟ ايه موجود عندي 140، فيش مشكلة بدلالة ايه، وبيعتمد على ان بساوي 60، وبيعتمد على اي انا بدي اجيبه. يبقى هذا البارامتر قيمته قديش؟ لازم اضرب ال 140 في هذا البارامتر عشان يديني 6800. هذا البارامتر قيمته 48.571، يبقى انا مفروض ارجع للجدول اللي فيه 48.571 البارامتر هذا واشوف قديش سعر الفائده فيه. الان بروح لسعر الفائده نص، او بروح لسعر الفائده 3 ارباع، هاي 3 ارباع، خلينا نشوف 3 ارباع. الان 3 ارباع بروح لجدول الثلاث ارباع وبشوف قديش قيمه هذا البارامتر. هاي انا عندي جدول الثلاث ارباع اللي هو السعر الفائدة عندي ثلاثة أرباع، عدد البيريود 60، هيو ستين هون مكبرة هي هنا، تمام. أنا بدي find P given A، أنا بدي أجيب P given A، A 140 ثابتة. الآن هيها بطلع عندي 48.174. الآن لما أضرب 48.174 ضرب ال140 بيطلعش عندي 6800، بيطلع اقل. يبقى لازم اقلل سعر الفائده، طبعا هتفهموها اكثر في الفصول الجايه هذه القصه، لازم اقلل سعر الفائده عشان ال140 في هذا الرقم تديني 6800، ما تدينيش اكثر من 6800. باخد نص، عند النص طلع الرقم 51.726، إذا سعر الفائدة الحقيقي بين 1.5 وهذا الرقم، لأنه إحنا أنا بدي إياه 48.571، هذا هو الرقم اللي أنا بدي إياه، عند نص طلع 51 وعند ثلاث أرباع 48، إذا بعمل انتربوليشن بينهم، بديش أحكي فيه اليوم، بس أنا بدي أفهمه إنه بين النص والثلاث أرباع، تمام؟ طبعًا هيك بنجيب بيطلع 0.72، هذا يعني إنه الاستثمار تبعي 6800 لو انحطت في استثمار قيمته 0.72 بكون تديني 140 دولار في الشهر. يعني ال 140 دولار في الشهر على 60 شهر بسعر فائده او معدل فائده 0.72 بديني 6800، اقل من واحد طبعا، اقل من واحد، تمام. ولو حسبت انا على 1%، لو كان هذا السؤال احسب على 1% سعر الفائده وعلى 6800 قديش قيمة الدفعة الشهرية، حنلاقيها أكثر من 142، إذا أنا بستحق أكثر من 140، وبالتالي الاستثمار هذا غير مجدي، تمام؟ سؤال ثاني، مثال آخر للإيضاح أكثر. المثال بقول باستخدام 15% interest rate، في عندي معدل فائدة مقداره 15%، باعتبار معدل فائدة مقداره 15%،
احسب اف لهذا الكاش فلو. سهل، في عنده دفعات منتظمة 100 200 300 على 3 أشهر، 100 100 100 في نهاية السنة الأولى. طبعا هو الـ A at the end of year، في نهاية السنة، أنا بديت اليوم في نهاية السنة الأولى في 100، في نهاية السنة الثانية، في نهاية السنة الثالثة. الآن الأصل حسب الصيغة اللي قامت عليها المعادلات إنه الفيوتشر يكون في نهاية السنة اللي عند آخر دفعة هنا، صح؟ الأصل حسب الفورميلا اللي أنا بشتغل عليها هنا مفروض يكون اف اللي انا بدي اجيبها، لانه هي سنه تنتين ثلاثه، وقلنا في الدفعه الاخيره في نفس الوقت بتكون قيمه الاف. لكن في السنه الرابعه بقول لي فتره سماح، بديش اخذ منك إشي. يعني انا اخذت من واحد 100 دولار 100 دولار 100 دولار على 3 سنوات، السنه الرابعه ما اخذتش إشي، بدي ادي له المبلغ اللي اخذته في نهايه السنه الخامسه كمان، مش الرابعه، الخامسه. اذا هذه الصيغه مخالفه للصيغه هيها، هذه الصيغه الرئيسيه اللي الجنرال فورمولا اللي انا اشتغلت عليها. تمام، ايش بدي اعمل بسهوله الان؟ هي الصيغه اللي مطلوبه مني في نهايه السنه الاولى، الثانيه، الثالثه، في عندي 3 دفعات، الرابعه فش، في نهايه السنه الخامسه بدي احسب الاف. الان ايش بعمل؟ في بقدر احله باكثر من طريقه، بقدر اجزئه، بمسك بانسى هدول، بمسك الدفعه الاولى اللي هي المية هذه، وايش بحسب لها؟ بحسب لها الفيوتشر فاليو للمية. هي بمسك المية، كيف احنا جبنا القانون تبع اليونيفورم نفسه، المية الأولى هي بحسب لها الأف بعد كم سنة. هي المية الأولى هنا في سنة تنتين ثلاثة أربعة، يبقى أنا موجود عندي A، أو عفوا موجود عندي P، القيمة بطلت هذه A دفعات منتظمة، أنا جزأتهم أخذت كل واحدة لحال، فصارت هذه P، وأنا بدي أجيب F لها، F واحد. كم سنة بينهم؟ 4 سنين. فأنا بالنسبة إلي في عندي 100 دولار قيمة بي، بدي أجيب أف بدلالة بي عند 15% 4 سنين، خلصت من الأولى. بمسك المية الثانية، هذه المية الثانية، المية الثانية كم سنة بينها وبين الأف اللي أنا بدي إياها؟ 3 سنين. فالمية الثانية هيها، افترضت هذه هي القيمة الحالية تبعتي، تمام، وأنا بدي أجيب القيمة المستقبلية بعد 3 سنين. يبقى أنا بدي أجيب 100 ضرب، بدي اجيب اف بدلاله بي 15% 3 سنين، وهكذا الدفعه الثالثه. كم سنه بينهم؟ بينهم سنه سنتين بس. الان الاف هذه اللي هي مكافاه للمية الاولى، والاف هذه المكافاه للمية الثانيه، والاف هذه المكافاه للمية الثالثه، مجموعهم هي عباره عن هذه الاف. لانه هذه الاف عباره عن المكافاه لثلاثة اف هذول، وكل واحده منهم مكافاه ل 100 من ال 300 دولار. فبطلع عندي المجموع 459. شوف لاحظوا، انا دفعت 300 دولار، او عفوا انا اخذت 300 دولار لكن دفعتهم 459. هي الحل الاول. الحل الثاني، بنيجي للصيغه الرئيسيه تبعت اليونيفورم، في عندي سنه سنتين ثلاثه. الصيغه الرئيسيه ايش بتقول لي؟ بتقول لي بنهايه السنه الثالثه خد القيمه اف، وبعدين حولها للاف الجديده. نفس اللي صار هنا، هي عندي انا في نهاية السنة الأولى في دفعة، نهاية السنة الثانية، نهاية السنة الثالثة. في نهاية السنة الثالثة بدي أحسب قيمة F للثلاث دفعات هذه مع بعض بالقانون تبعي، تمام؟ بالقانون تبعي بدي أحسب أنا قيمة الثلاث دفعات هذه، قديش قيمتهم في نهاية السنة الثالثة. الآن لسه قيمتهم بنهاية السنة الثالثة F واحد، صح؟ أنا بديش F واحد، بدي F. بمسك الـ F واحد هذه وبحولها بعد سنتين لأف كأنها قيمة حالية، وبدي يعني انا بدي انتقل بالزمن من اليوم الى بعد 3 سنين واجيب قيمتهم. طيب بعد 3 سنين بتفترض حالي انا بعد 3 سنين بريزنت فاليو، وبدي انتقل بعد هيك لكمان سنتين ثانيين، فبالتالي بتصير اف واحد اللي هي هذه بتساوي الثلاث دفعات المنتظمه 100 ضرب، انا بدي اجيب اف بدلاله A اللي هي 100 ضرب 15% في 3 سنين، لانهم هيهم سنه اولى، سنة تانية، سنة تالتة. في نهاية احنا قلنا هاي الجنرال فورميا، في آخر دفعة بدي آخذ الأف، بيطلع عندي 347 دولار. هذه 347 في نهاية السنة التالتة بدي أحولها الآن لنهاية السنة الخامسة كأنها صارت هذه هي القيمة الحالية. هذه قيمة حالية، بدي أجيب القيمة المستقبلية إلها، بدي أجيب القيمة المستقبلية إلها. قديش؟
هذه عبارة عن كأنها قيمة حالية صارت، وبعد سنتين منها أنا انتقلت بالزمن من اليوم لبعد 3 سنين، بدي أجيب بعدها بسنتين كأنها صارت دفعة مدفوعة 347، وبدي أجيب بعد سنتين قديش بتطلع؟ بيطلع زي ما حسبنا 459. تمام. مثال آخر، المثال بيقول عندي إنه في أنا بدي أحسب بي، وموجود عندي 3 دفعات، بس الدفعة مش بعد أول سنة. يبقى لازم تكون بعد أول سنة الدفعة. لا، الدفعة مش بعد أول سنة، الدفعة بعد تاني سنة، وبالتالي مش بنفس النظام المعتمد أو الجنرال فورمولا. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه الدفعات مش منتظمة، هذه منتظمة وهذه منتظمة وهذه عندي 30. إيش بعمل؟ الطريقة الأسهل لما أتغلب، بفرض أنا إنه بدي أجيب البي لكل واحدة من الثلاثة، كل واحدة لحال. بجيب للأولى هذه الفيوتشر، مش هذه الفيوتشر، وهذه الفيوتشر الثانية، وهي الفيوتشر الثالثة، بفرض إنهم 3 فيوتشرز. بمسك هذه بعد سنتين بجيب قيمتها اليوم، وهذه بعد 3 سنين بجيب قيمتها اليوم، وهذه بعد 4 سنين بجيب قيمتها الحالية اليوم. بجمع الثلاثة بيطلع هي البي اللي أنا بدي إياها. هيها بي بتساوي P1 P2 P3. هيها طلعوا تحت. P1 عبارة عن بعد سنتين ال20 بدي أجيب قيمتهم اليوم. هذه P1. زائد هي P1، هذه بس بتعبر عن القيمة الحالية لل20. طيب القيمة الحالية لل30، افترض ال30 بعد 3 سنين بدي أجيب قيمتها اليوم، وال20 اللي بعد 4 سنين بدي اجيب قيمتها اليوم. بجمع الثلاثة بيطلعوا لي مجموع البي، بيطلع 46 دولار. يعني اليوم ال46 دولار لو اخذتهم من البنك اليوم بسعر فايدة 15، بدي اسدهم قديش؟ 20 و30 و20 70 دولار، ولكن على فترات زمنية متباعدة. هي الحل الأول. الحل الثاني انا بدي اجيب، هي السؤال طبعا. تمام. الحل الثاني انا بدي اجيب ال بي بدلاله طبعا لسه ما خلصناش السؤال، عفوا لسه ما خلصناش السؤال. الان انا ايش جبت؟ جبت البي. انا بديش البي، ارجع للسؤال تاني. انا بديش البي، البي هيها مش هذه البي، بديش اياها، انا بدي اف. فيش مشكله، بمسك البي اللي انا جبتها وبنقلها لاف بعد 5 سنين. انا اليوم البي اللي انا جبتها بنقلها لاف بعد 5 سنين. تمام. طيب حل اخر، انا بدي اجيب الاف لكل واحده من الدفعات تبعتي. هيو ال20 هذه بدي اجيب لها الاف، وال30 بدي اجيب لها الاف، وال20 الاف تبعتها هي لانها في نفس السنه، فيش بينهم فجوه زمنيه. فمجموع الاف تبعت الاولى والثانيه والثالثه، انا بديش الاف هذه، بدي البي مثلا. بعد ما اجيب الاف بجيب البي، بيطلع نفس الرقم. حل اخر، هذا حل سهل وهو الحل اللي المفروض نشتغل عليه. انا عندي 3 دفعات، مفروض انا اللي بدي اياه بي. تمام. انا اللي بدي اياه بي، صح؟ الجنرال فورمولا هيها، صح؟ انا في عندي بي 1 في وقت معين، بعد سنه بتبدا الدفعات اللي عندي، وبالتالي انا بفترض بانسى البي هذه مؤقتا. بعد ما اجيب البي 1 بحسب بعدها البي، برجعها، بتصير هذه الفيوتشر وهذه البريزنت، مش قصتنا. بدنا نحل الان المشكله الثانيه تبعت الدفعات الغير منتظمة. الآن إيش بتصير الدفعات غير المنتظمة؟ هيهم طبعا، هم عندي دفعة 20 30 20، وفي عندي تحت البي. كيف بحله؟ بفترض إنها دفعات منتظمة، 20 20، وهذه ال30 عبارة عن إيش؟ 20 و10. بحط ال20 بصيروا 3 دفعات منتظمة مقدارهم 20. تمام. هيهم 3 دفعات منتظمة مقدارهم 20. طب الدفعة اللي في ثالث سنة قديش قيمتها؟ 30. ال20 أخذناها في الدفعات المنتظمة، وال10 اللي بتضل باخذها لحالها. بصير عندي هذه الفورميولا، هذه هي نفسها الجنرال فورميولا تبعتي. أنا عندي
بدي اجيب بي، وعندي 3 دفعات منتظمة مقدارهم 20 20 20، بحسب لهم البي بدلالة اي، والعشرة اللي زادت من وين العشرة هذه اجت يا شباب؟ هذه العشرة اللي مع العشرين تبع الثالث سنة كونتني الثلاثين، يعني الثلاثين جزأتها، خليتها افترضت انها كأنها 20 منتظم زيها زي السنة اللي قبلها واللي بعدها وعشرة اضافي. الان المنتظم اخذته مع بعض والاضافي حولته الى البريزنت. فالثلاثة هدول عبارة عن ايش؟ هدول عبارة عن بدي بي بدلالة ايه، هيهم هي الاي 20 20 20، فبضرب 20 في البارامتر هذا. البارامتر عبارة عن 15% سعر فائد على 3 سنوات، سنة تنتين ثلاثة، ما طلعش انه هذه اربعة لاني ما بديتش من الصفر، بديت من واحد، زائد العشرة هذه اللي هي الباقي الثلاثين، كم سنة؟ سنتين، جبت البريزنت بدلالة الفيوتشر لان هذه عبارة عن سنجل بيمنت دفعة واحدة. لما جمع هذه وهذه هذه وهذه بديني بي 1، بديني بي 1، بي 1 عبارة عن هذه زائد هذه، بعدها بجيب البي، جبت بي 1 انا، هذه البي 1 عبارة عن ايش؟ عبارة عن البي هذه والبي هذه، تمام؟ البي الناتج عن اليونيفورم بيمنتس والسنجل بيمنت، هذول التنتين ادوني بي 1. بي 1 بحولها الى بي باستخدام البريزنت والفيوتشر، بتصير البي 1 هي الفيوتشر وبدي اجيب البريزنت، تمام؟ طبعا هذه الصياغات تبعتنا. اخر جزئيه اللي هي النومينال والافكتيف اللي حكينا عنه في المحاضره الماضيه، اللي هو قصه قديش القيمه الحقيقيه، ل خاصه لما تكون دفعات شهريه او دفعات سنويه. الان في عندي سؤال مثال، يعني consider the situation of a person depositing 100 دولار 1000 دولار into bank that pay 12% interest compounded monthly. هذا شخص بيودع في البنك او اودع في البنك 1000 دولار، تمام؟ حط في البنك 1000 دولار، البنك قال له تاخذ 12% compounded monthly، حساباتي بتكون شهريا مش كل سنه، يعني بتقسم السنه لاشهر وبشوف سعر الفائده تبع كل شهر. الحالة الثانية، راجل حط في البنك 1000 دولار، أودع 1000 دولار وسعر الفائدة 12% يرلي، يعني بتعملش بيريود سب بيريود يعني فترات فرعية، لا بتعامل كسنة كاملة. هذا 12% وهذا 12%، الفرق انه هذه annually compounded وهذه monthly compounded. How much would be in the saving account at the end of one year for case A and B؟ قديش الراجل بصير في حسابه بعد سنة؟ حط في 1/1/2021 مبلغ 1000 دولار، في 1/1/2022 قديش بيكون حسابه؟ في الحالة الأولى والثانية. نمسك الحالة الثانية الأسهل، هذه عبارة عن 1 زائد I أس N صح؟ ضرب الـ 1000، الـ I 12، الـ N بيساوي 1 والـ P بيساوي 1000، اللي هي المحاضرة الشابتر الثالث اللي فات، اللي هي الفائدة، سعر الفائدة. 1 زائد اي اللي هي 12% 1.12 ضرب 1000، بيطلع 1120 دولار، يعني بعد في نهاية السنة الأولى مع بداية السنة الجديدة بكون في حسابه ال 1000 دولار الأصلية و120 دولار الفائدة تبعتهم. من وين جت ال 120 دولار؟ 12% من ال 1000 اللي هي الفائدة البسيطة كأنها لأنها لسنة واحدة. طب لما نقسم السنة لأشهر وباخذ هو 12% كل سنة compounded monthly، بقول ال 12% في السنة كل شهر قديش منهم؟ 1%. إذا البنك بيعطيه كل شهر 1%، بس باخذ الفترات مش واحد سنة، باخذهم 12 شهر، لأنه سعر الفائدة مرتبط بالبيريود، البيريود شهر، يبقى سعر الفائدة بدي أحسبه كل شهر، يبقى 12% على 12 شهر بيطلع 1% كل شهر، عدد الأشهر أو الآن بيساوي 12. بحسب بالمعادلة، أنا بدي الفيوتشر دلالة الألف البريزنت، انا بدي الفيوتشر بدل البريزنت، 1% و12 شهر بيطلع 1126 دولار، يعني الزياده عن ال 1126.8، يعني هنا زاد بمقدار 6.8 دولار. ليش؟ لانه كان يعتبر كل شهر في عندي 1% وياخذ الفائده على الفائده، تمام؟ هذا بقودنا لمفهوم جديد بس عشان نفهمه، اللي هو نومينال انترست وافكتيف انترست. النومينال انترست قديش كل سنة فعل الفائدة بدون سعر الفائدة أو مجموع الفائدة per year، طبعا nominal interest per year
اللي هو القيمة الاسمية، سعر الفائدة او معدل الفائدة الاسمي اللي مسجل عنده بير يير، بير يير، تمام، اللي هو القيمة اللي موجودة بدون اعتبار التأثير الكومباوندينج جوا السنة 12%، تمام. طب effective interest per year، effective interest per year النظر 12%، لكن الافكتيف الحقيقي زي مثالنا اللي هو is the annual interest rate taking into account the effect of any compounding during the year، اللي هو عبارة عن السعر الفائدة متاخد بعين الاعتبار في تأثير الفائدة المركبة خلال السنة. هو في السؤال قال لي قديش الفائدة المركبة compounded monthly، 12% compounded monthly، لما حسبنا ما لقيناهاش 12%، طلعت 12 بوينت، هذا الرقم 12.6 تقريبا بيطلع، يبقى زاد هذا اسمه الافكتيف الحقيقي او الفعال. اذا كان في كومباوندد مانثلي لنفس القيمه الكومباوندد يير لل 12%، بيكون المبلغ الحقيقي المبلغ اللي باخده اكثر من 12%، وبالتالي بيكون ال 126 على 1000، ايش ال 126.8 اللي هو الزياده، 126 على 1000 بيطلع 12.68%، هذه فعليا الافكتيف انترست ريت، تمام. الافكتيف انترست ريت بير انترست بيريود 1%، بير انترست بيريود الاولى هذه بير يير، لكن بير انترست بيريود، الانترست بيريود عباره عن ايش؟ شهر. الافكتيف تبعها شهر، في المثال تبعنا الافكتيف شهر لانه انا حسبت عليها كل شهر، وبالتالي بيكون هو الافكتيف، تمام. نمبر الام، بس هذا يعني طبعا فيش عليه اسئله فقط للايضاح، ام عباره عن نمبر اوف كومباوندينج سب بيريود بير تايم بيريود، ال 12% في السنه. طب كل قديش هو حسب كل شهر؟ طب كم شهر في السنه السب بيريود 12؟ لو كان 5 سنين زي المثال اللي اخذناه في الاول، بكون عندي النومينال انترست ريت مثلا للخمس سنين مثلا 10% او 12%، خلص بكون عندي النومينال 12، تمام. طيب الافكتيف انترست ريت بير يير لما اخذ ال 60 شهر واحسب لهم 10 على 12 شهر، بكون عندي الافكتيف انترست عباره عن ايش؟ هذا بجيبه من وين؟ بجيب اجمالي الفائده في نهايه الخمس سنين وبقسمها على المبلغ الاصلي، تمام. طيب الافكتيف انترست ريت بير مانث اللي هو عباره عن 12% في السنه على 12 شهر، هنا لو كان 6%، 6% في السنه على 12 شهر نص في المية. الان نمبر اوف كومباوندينج سب بيريود، في مثالنا هذا كانت 12 شهر، يعني هذا بس لمجرد الايضاح. الله يعطيكم العافيه، وإن شاء الله بنكمل في الفصل القادم إن شاء الله.